السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على القضية تاع طبيبان فرنسيين وين أهانوا إفريقيا وسكان إفريقيا، أهانوا إفريقيا وسكان إفريقيا. دروك ما تهمناش يقول لك لا أنا ما كنتش على الجزائر أنا كنت على المغرب، ولا يقول لك لا أنا ما كنتش على المغرب أنا كنت على الجزائر، أنا ما كنتش على الجزائر كنت على تونس، ولا يقول لك أنا ما كنتش على تونس كنت على الجزائر، ولا على رواندا، ولا رانا كاع أفارقة، حنا أفارقة. هذه لازم تدخل لكم في، حنا ماناش ديزالمون، حنا ساكنين في إفريقيا، حنا جزائريين في إفريقيا، جايين في إفريقيا. يعني فرنسا كي حضرت، وفرنسا حنا ما ننساوها لهاش، فرنسا فرنسا كتلت لنا اكبر، كتلت لنا في ثلاث سوايع 45,000 في 1945، كتلت لنا الاباء والاجداد فرنسا في خراطه وفي قالمه وفي سطيف في 8 ماي باش ندخلكم بلا فرسانكم. حنا اليوم فرنسا ما ننساوش دارت في رجال، فرنسا ما ننساوش دارت في رجال، ما غاديش ننساو الا الجاحد ويريد الاذلال هذاك اللي ينسى. حنا ما غاديش ننساو، انا ما ننساش، انا نضمن روحي باللي ما ننساش، نقعد نكره فرنسا تنموت. اليوم وين المغرب، وين محامون مغاربة يقررون مقاضة الطبيب الفرنسي بعد مطالبته بتجريب هذا اللقح الخاص بمرض السل في إفريقيا لمعرفة فعاليته في العلاج كورونا. وين محامي حنايا، هذه حاجه مليحه، ماذا بنا مغاربه جزائريين تونسيين كل افارقه، خاصه وين شنا باللي قنوات فرنسيه وراهي تبث سمومها على افريقيا. دروك صاي ما بقالاش غير الجزائر، دروك لافريك، خاطش علاه نقولوا باللي لافريك، لان التنين الصيني قد شق الطريق في إفريقيا، قد شق الطريق في إفريقيا، الروس والصين والجزائر، الروس والصين، الروس والصين، هذه هي. عرفوا باللي فشلوا في كاع المجالات، وهذه خرجة وننتحي بها خاوتنا المغاربة، ونتمنى ان شاء الله بربي يكونوا كاينين جزائريين تونسيين موريتانيين افارقه من جنوب افريقيا من السنغال، من كيما داروا اللعابات تاعهم، كاين لاعبين دي دروغبا تاع السنغال، تاع كاين فانيك ايتو، كاين بن عطيه، كاين ديلور، هذو الاوائل ثم سوف يلتحقون. انا رسلت ميساج عند ربي ما نكذبش عليكم، رسلت ميساج لبن طالب، انا قصريه كيما يقول لك متقارب بزاف مع بن طالب، اللي نرسل له لي ميساج ما نكذبش عليكم، نسلت بن طالب الميساج باش يخرج، خاطش عليه انا عجبني بن طالب، واحد في عامين ولا ثلاثه قال لهم كنت صغير نفرح كي فرنسا تخسر وننظر كي فرنسا تربح، قال لهم اكره فرنسا كيما قال لهم، قال لهم نكره فرنسا، كنت نكره، قال لهم كنت نكره حياتي، قال لهم 98 98 قال لهم سيبورتيت فينال سيبورتيت برازيل في 2001 ميلعبوا فينال مع طليان، قال لهم سيبورتيت طليان، باش ندخل لك في راسك، قال لك 2006 وفرحت كي فرنسا خسرت سيبورتيت طليان. هذا هو الجزائري. انا رسلت له والله ما نكذب عليكم، ما راني رسلت له ميساج، قلت له يا ودي، قلت له راه دخل فيها ايطو، دخل فيها دروغ، كتبنا له، كتبنا له ان شاء الله بربي بالك منا الليل ولا غدا ان شاء الله، ولا يدير فانيك هو في الانستغرام تاعو كيما ان شاء الله بربي، يدير باين في الصفحه تاعو ان شاء الله بربي. ونتمناو كاع اللعابه، كاع اللعابه تاع افريقيا
قال لعبة افريقيا يهاجموا هذه فرنسا، هذه العدو الاولى لافريقيا، وين راهم كشفوا رواحهم. كان لازم رؤساء الدول الافارقه في شمال افريقيا او في داخل افريقيا، يعني باش يحموا الشعوب تاعهم، يحموا الشعوب تاعهم من هذا النازيه، هذو الناس نازيين، هذو فرنسا، وهذو لازم نحموا، لازم يحموا الشعب تاعهم، رؤساء الدول الافارقه يحموا الشعب تاعهم، خاطش عليه الشعب دائما وين كانوا بدون علمينا، عاد تشوف ربي راه يكشف فيهم، داروا خلينا تاع رقان ما غاديش نساوها. باش نزيد نقولكم، باش نعطيكم حاجه، اطباء فرنسيين في ليبيا، هذه داروها الامريكيين، داروها الامريكا في العراق، كي يقتلوا عراقي اطباء امريكانيين يرفضوا هذاك، يدوه يحلوه، يدوا عين، يدوا كبده، يدوا قلب، يدوا جهاز تناسلي، كاع شي يدوا، يدوا باش يداووا بها ولادهم بني عمهم. فرنسيين داروها في ليبيا، اطباء فرنسيين يمشوا مع الميليشيات، ايا يدو يدي الطياره يحطها في المخبر ويحله، اقلع كبده، اقلع من الحاجه المليحه يديها، ويدو يقيسوه باش ندخلكم لفريسكم. هذه فرنسا دارتها في ليبيا، داروها في ليبيا. الاتراك ولاو دايرينها في سوريا، ولاو يدو الاحشاء تاع البنادم في الترك، ولاو يدوها باش يكون على بالكم. ما كاش اللي يجي يغلطكم، ما كاش اللي يجي يغلطكم. اليوم لازم هذو كشفوا روحهم، فرنسا وابنائها كشفوا روحهم. حنا نتمناو ناس اللي يدافعوا على الجزائر ويدافعوا على افريقيا، ويقول لك فرنسا وحنا من اجل استقلال، من اجل منا والاجل منا. احنا ماذا بينا ان شاء الله بربي ديروا بيان، تتلموا انتوما الخونه، اي بينوا لنا بلي انتوما وطنيين، اي وديروا بيان ضد هذا الاطباء وضد فرنسا وضد الاعلام الفرنسي. ماذا بيا انا نفرح، انا والله لا فرحت، نقول اودي سمحوا لنا راكم خرجتوا خرجه تاع نساء فور كاع، ماشي رجال. المهم كونوا نساء فحلات، كونوا نساء فحلات، هذا مكان ماذا بينا تخرجوا تكونوا نساء فحلات، هيا وديروا بيان باش يكون على بالكم. احنا المهم نشكر محامين مغاربة إخوة، وين داروا تنديد، أول مبادرة داروها من أجل مقاضاة هذ الأطباء هذو. ولو كان لزافريكا فرنسا ترتعش، لو كان لزافريكا قاع يقلعوا كيما قلع إيطو بن عطية وديلون ديدي دروغبا، فرنسا ترتعش والله العظيم، لا بالت على روحها، تبول على روحها. لو كان يتحدوا رؤساء افريقيا، اي تاع من بابور هذا تاع فرنسا، اي ولي اي ولي اي ولي 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 ولي، ما كاش والو والو والو. والله يا فرنسا لا ولات تطلب فيكم، سيوها غيش بلوا عليها غيش شهر برك، يا فرنسا لا ولات تطلب، يا فرنسا لا ولاو يبيعوا بناتهم، يبيعوا بناتهم، لازم يبيعوا بناتهم باش نعطوهم ياكلوا. والله سيو شهر برك، سيو شهر، سيو شهر برك، وحرزوا روحكم نتوما يا الخوانه لي فرونسي، سيو فيكم الدواء، حرزوا روحكم، خاطر خوانه ما عندهم حتى صلاحيه معكم، قادرين يسيو فيكم الدواء، حرزوا روحكم فاني باش يكون على بالكم. تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وربي ان شاء الله يكون معنا، وربي يوفقنا، ولا اله الا الله وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير. صحيتو الحمد لله، يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ربي وفقنا، يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح، يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح، يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح، يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح، يا ربي لا اله الا الله، لا اله الا الله الا انت سبحانك يا ربي اني كنت، لا اله الا الله وحدك لا اله الا الله وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا
لا إله إلا الله يا رب، يا رب لا إله إلا الله، اللهم لك الملك ولك الحمد ولك الحمد وأنت عرش القدير. يا رب يا رب وفقنا على الطريق الصحيح، اللهم ارفع علينا يا رب العرش العظيم، اللهم اشفينا واشفي المسلمين يا رب، اللهم اشفينا واشفي المسلمين يا رب، آمين اللهم آمين يا رب العرش العظيم.